مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، ويتجدد اللقاء معكم في جولة جديدة لبرنامج مانشيت الصحافة. ويسعدنا نستضيف خلالها الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة، ويرافقنا أيضا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أهلا بكما. بعد الفاصل البداية بالجولة المحلية. جولتنا المحلية نبدأها من صحيفة الأنباء وهذا الخبر، حيث كتبت أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يتفضل فيشمل برعاية حفل افتتاح معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وأوبريت أخوة راسخة، وذلك صباح اليوم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المسرح الوطني. هذا وقد أناب صاحب السمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لحضور حفل الافتتاح. أهلا بك معنا اليوم. صباح الخير. صباح النور. بالبداية، ماذا يعكس برأيك هذا الحفل وما دلالات حضور سمو ولي العهد الشيخ نواف؟ بالتأكيد هذا الحفل يعكس يعني العلاقات التاريخية، علاقات الأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت، العلاقات على مستوى القيادات وعلى مستوى الشعبي. طبعا مع المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، هناك طبعا صفحة تاريخية مهمة بين الكويت قيادة وشعبا، وبين هذا الملك بتاريخه العريض، في سواء ما قدمه المملكة العربية السعودية وكذلك ما قدمه أقليميا مع وخليجيا مع الكويت وعلى المستوى العربي. بالتأكيد الشعب الكويتي في ذاكرته ذكريات مهمة مع الملك فهد ودعم الملك فهد لقضية الكويت عندما تعرضت للغزو العراقي القاشم في عام 1990، وبعد ذلك ترسيخ العلاقات وما تم حتى اليوم. هذا الحفل هو لفتة تاريخية من القيادة الكويتية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وكذلك من الشعب الكويتي من خلال هذا المعرض وهذا نعم نرى معك بعد استعراض لمقتنيات ويعني بعض من ممتلكات الراحل الملك فهد في هذا المعرض الجميل اللي نعم. نشوفه حاليا معك. نعم نعم. إذن مشاهدينا، ننتقل إلى عنوان آخر في صحيفة الصباح: سمو أمير البلاد رفع راية الوطن عالية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. في السياق ذاته عنونت صحيفة النهار: سمو ولي العهد يشيد بتسجيل ضباط كويتيين رقما قياسيا في جينيس بحمل أكبر علم أثناء السقوط الحر. صحيفة الجريدة كتبت هذا المانشيت: الكويت تدخل موسوعة جينيس برفع أطول علم في العالم. في عنوانها شارح طبعت الحربي: التربية جادة في تعزيز قيم المواطنة والروح الوطنية. ونقرأ أيضا في صحيفة الوسط تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفضه القاطع لكل محاولات استهداف السودان أو معاقبتها أو عزلها وممارسة الضغوط الانفرادية الأحادية ضدها. مجلس الوزراء: سنحاسب كل من تثبت مسؤوليته في عدم مواجهة أزمة الأمطار. تحت هذا العنوان ذكرت صحيفة السياسة أن مجلس الوزراء شدد على أنه لا تهاون مع المخلين من قياديين وشركات مقاولات ومكاتب هندسة. نتحول إلى صحيفة كويت تايمز التي نقلت عن وزير المالية هذا المانشيت: الضرائب في الكويت ممكنة فقط مع القوانين المناسبة. وإلى صحيفة القبس التي تناولت احتلال معهد الكويت للأبحاث العلمية المرتبة الأولى عربيا من حيث كثافة نشر الأبحاث على الإنترنت لعام 2018 وفقا لتصنيف موقع ويب أوميرتكس للجامعات ومعاهد الأبحاث الدولية. يعني من وجهة نظرك، ما القيمة التي يحملها يعني معهد الأبحاث بخصوص هذا التصنيف؟ هو يرسخ تراث دولة الكويت في عملية النشر والتوثيق. نذكر أن الكويت الحديثة منذ استقلالها انطلقت بمجلة العربي بعالم المعرفة برسالة ثقافية وعلمية للعالم العربي وللعالم ككل. الآن معهد الأبحاث هذا المعهد المهم في المنطقة، وبعد مضي أكثر من 4 عقود على إنشائه، يرسخ دور الكويت في هذا المجال من الناحية العلمية من خلال كثافة النشر، ويؤكد أن الكويت دائما ستكون منارة
للنشر وكذلك للأعمال البحثية وأعمال التوعية حول العالم. نعم، وأيضا في صحيفة الراي حيث أشارت إلى حصد منتخب الكويت الميداليتين الفضية والبرونزية في مسابقة رماية المسدس لمسافة 50 متر للرجال في انطلاق منافسات بطولة سمو الأمير الدولية الثامنة الكبرى للرماية التي ينظمها النادي الكويتي للرماية. إذن منشأة الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه إلى الصحف العربية والعالمية. وفي صحيفة نيويورك تايمز تكتب في مقال رئيسي: وقعت واشنطن وسيول أمس الأحد اتفاقية حول كيفية تقاسم تكلفة الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية وحل نزاع بين الحلفاء قبل اجتماع الرئيس ترامب هذا الشهر مع كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي. لكن اتفاق العام الواحد فقط يعالج مؤقتا قضية أصبحت مثيرة للجدل بشكل خاص في ظل إدارة ترامب الذي أصر على أن كوريا الجنوبية وحلفاء آخرين يتحملون المزيد من تكاليف الحفاظ على القواعد الأمريكية على أراضيهم، تعلق نيويورك تايمز. يعني رهانات ترامب وأبعاد التوجه الأمريكي خصوصا دائما في تحميل الأعباء للحلفاء لإبقاء القوات أو القواعد العسكرية في الخارج. طبعا الرئيس ترامب دونالد ترامب برنامجه الانتخاب الذي قدمه وهو يعزز فكر الانعزاليين المحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فكر رجل الأعمال الذي يحسب الفائدة والمال في كل ولكن هذا قد يكون له انعكاسات على قدرة وانتشار الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها حول العالم. قد تتآكل هذه الأمور وتجعل الحلفاء تبحث عن سياق أخرى. في أوروبا الآن فرنسا وألمانيا تتجه لإنشاء الجيش الأوروبي والذي يعارضه ترامب لأنه سيقلص حجم هيمنة الولايات المتحدة على أوروبا. في آسيا مع يعني دعم ترامب للقضية المالية قد تفقد الولايات المتحدة الأمريكية قدرتها على التحرك حول العالم لصالح يعني المنافسين الصين وروسيا. نعم، إذن معك ننتقل سريعا إلى واشنطن بوست التي تنقل عن مشرعين أمريكيين وغيرهم من المطلعين على الوضع أمس الأحد أن محادثات الحزبين الرامية إلى حل النزاع الحدودي وتجنب إغلاق الحكومة قد انهارت يوم الجمعة وهي في طريق مسدود. وقال ريتشارد شيلبي رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ وهو كبير المفاوضين أن المحادثات توقفت في الوقت الحالي، إنه غير واثق من أننا سنصل إلى هناك. وكان المشرعون يتداولون العروض في محاولة لوضع حد لمقدار المال الذي يمكن أن يذهب إلى الحواجز على طول الحدود، حيث يطالب الرئيس ترامب بالمال مقابل جداره. دعا ترامب إلى 5.7 مليار دولار، لكن المشرعين كانوا يحاولون إيجاد رقم يتراوح بين 1.3 مليار و 2 مليار دولار سيكون مقبولاً من الجانبين. يعني أيضا مشكلة الجدار تتكرر، أيضا موضوع المال يؤزم إدارة ترامب والرئيس الأمريكي. المحادثات بين الحزبين حول الجدار تتعثر الآن، ما البدائل؟ يعني كما ذكر ريتشارد شيلبي أمس في تصريحه لفوكس نيوز بأن المحادثات متعثرة وصعبة. أنا أعتقد أن كما ذكر الرئيس ترامب في تجمع انتخابي في تكساس مساء السبت الماضي بأنه يستطيع أن يعلن حالة طوارئ في بعض البنود وأن يسحب من بنود أخرى. أنا أعتقد أن ترامب في النهاية سيرضخ إلى رقم أعلى من 2.7 أو مليار إلى 3 مليار وهو نصف المبلغ الذي يطلبه تقريبا 6 مليار وسيلجأ إلى بنود أخرى في ظروف استثنائية خاصة مع تدفق القافلة اللاجئين التي تقترب من الحدود الأمريكية من أمريكا اللاتينية وسيستخدم ظروف استثنائية للأخذ من بنود أخرى. ولكن هي طريقة العناد في إدارة الأمور ترامب والمواجهة الصدامية أعتقد لن تؤدي إلى حل المشكلة، ولكن
ما تبقى من ولايته سيكون هي مواجهات مستمرة مع الكونغرس حتى بداية الحملة الانتخابية في 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 22. نعم، إذن هو مصر لإيصال والوفي بوعده في الانتخاب في أيام انتخاباته بأن يقيم، ويعتقد أن ذلك سيجمد القاعدة الشعبية التي ستصوت له في 2020 عندما يتشدد مع الديمقراطيين، أو هذا سيجذب له كثير من اليمين الأمريكي لصالح. نعم، قبل سنتين تقريبا تكلم في انتخاباته حول هذا الجدار، لكن بعد سنتين من فوزه يعود مرة أخرى للحديث عن هذا. هو بدأ بالفعل الجدار قد بدأ فعل، ولكن طبعا هي مرحلة بسيطة التي أنجزت منه، يحتاج إلى بقية المبلغ حتى يكمل الجدار. فهو حقق ما حقق جزئيا ما أعلن عنه، ولكن يريد قبل الانتخابات الرئاسية أن يكمل هذا الجدار ويعلن أنه قد حقق الجدار وحقق القوانين الهجرة وحقق كذا لقواعده الانتخابية، ويعتقد بأنه كلما تشدد مع الديمقراطيين كلما استطاع أن يكون القاعدة أكثر صلابة وتستمر في دعمه حتى الانتخابات. انتخابات 2020 الذي سواجه الجمهور في أنه أوفى بوعوده. نعم، أيضا في صحيفة الجارديان البريطانية تسلط الضوء على الساحة الإسبانية وتعنون: الآلاف يحتجون في مدريد قبل محاكمة الانفصاليين الكتالونية. ينتقد المتظاهرون ما يرونه موقف رئيس الوزراء التوفيق المفرط في قضية كتالونيا. تعلق الجارديان تحت هذا العنوان، تكتب أيضا الجارديان: تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في مدريد الأحد للاحتجاج على تعامل الحكومة مع المسألة الكتالونية، حيث استعدت البلاد لمحاكمة 12 زعيما انفصاليا هذا الأسبوع، وانضم نحو 45 ألف شخص إلى التجمع في ساحة كولون للتعبير عن غضبهم إزاء ما يرون أنه الموقف التوفيقي المفرط التي تبناه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والمطالبة بإجراء انتخابات عامة مفاجئة. ما أبعد هذا التحول في إسبانيا، خصوصا نحن متعودين أن المتظاهرين يكونون من كتالونيا، الآن مدريد تحتج على الحكومة. نعم، أنا أعتقد أن المشهد الأسباني وبيدرو سانشيز لديه يعني استحقاقات مهمة. الأسبوع المقبل لديه التصويت على الميزانية 2019، إذا لم يحصل على الأغلبية سيضطر إلى إعلان انتخابات مبكرة حسب الدستور الأسباني، حسب الأعراف السياسية الأسبانية، فهو يحتاج إلى أصوات الكتالونيين حتى يمر من هذا الاستحقاق لتبقى الانتخابات في 2020 ويكمل مدته. بالإضافة إلى أن الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في إقليم أندلسية، وهو الوعاء المهم للاشتراكيين، قد فاز اليمينيين المتطرفين بتسعة مقاعد ودخلوا إلى هذا البرلمان، ويعتقدون أن لهم فرصة مهمة إذا أجريت انتخابات مبكرة لعمل تحالف يتولى اليمين في إسبانيا لأول مرة رئاسة الوزراء أو الحكومة في الإسبانية. لذلك أنا أعتقد بيدرو سانشيز قبل يومين رفضا تاما إجراء أي تصويت لتقرير المصير في كتالونيا. هو أعتقد تكتيك مرحلي، هو يريد أن يقترب من الكتالونيين حتى يمر من استحقاق التصويت على الميزانية الأسبوع المقبل، وكذلك يرد لهم الجميل، لأنهم هم في يونيو 2018 من أوصلوه إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد سقوط ماريو رخوي في الثقة في فضيحة الحزب حزب ماريو رخوي. فأنا أعتقد أن بيدرو سانشيز وهو يعني شاب ذكي جدا واستطاع أن يصل رأس الوزراء في فترة بسيطة، هو يريد أن يمر من هذا الاستحقاق، ولكنه لن يقر أبدا أي إجراء لتصويت لتقرير مصير في كتالونيا. نعم، وفي الاندبندنت البريطانية تلفت أن تيريزا ماي ستقدم لأعضاء البرلمان تصويتا ذا مغزى آخر إذا لم يتم الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر فبراير، في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين التغيرات في اللحظة الأخيرة لاتفاقها الخاص بالاتحاد الأوروبي للانسحاب. وستمنح ماي مجلس العموم تصويتا ثانيا على الأزمة قبل 27 من فبراير، مما يتيح لها المزيد من الوقت للتوصل إلى نوع من التسوية بعد أن رفض أعضاء البرلمان بشكل ساحق خطتها الشهر الماضي. تكتب الاندبندنت: هل تتوقع أن تنجح خطة ماي في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أن البرلمان أو مجلس العموم البريطاني في النهاية سيتعقل وسيوافق على التعديلات، لأن إذا
حل 29 مارس حسب المهلة الاتحاد الأوروبي ستخرج بريطانيا بدون أي اتفاق، وسيكون هذا خروج مؤلم جدا اقتصاديا وأيضا لمصالح المواطنين البريطانيين الذين يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد خلال الفترة الأسبوعين المقبلين سيتم اتفاق ما، خاصة وأن مساعي معارضين الخروج من الاتحاد الأوروبي لإجراء استفتاء آخر أصبحت غير ممكنة في بريطانيا من ناحية الدستورية، فهم أمامهم الحل واحد بأن يوافقوا على التعديلات التي تجريها تيريزا ماي لوجود اتفاق تتفاوض من خلاله مع الأوروبيين خلال مهلة الشهر مارس حتى 29 مارس، حتى لا تخرج بريطانيا بدون اتفاق ويكون خروج مؤلم للمصالح البريطانية والمصالح المواطنة. نعم، وتتأثر اقتصاديا بشكل كبير. نعم، بريطانيا. إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من القدس الفلسطينية بعنوان التصعيد الاحتلالي وسبل مواجهته، انتهاكات دولة الاحتلال بحق شعبنا لا تعد ولا تحصى وهي في تزايد مستمر، وفي كل يوم تقوم سلطات الاحتلال باتباع أساليب مختلفة بهدف إرغام شعبنا على الرحيل عن أرضه ليتسنى له مواصلة احتلالها وتقدم خطوة خطوة نحو تحقيق الحكم الصهيوني بإقامة دولة الاحتلال من النيل إلى الفرات، تكتب القدس. إن هذا التصعيد غير المسبوق يدخل أيضا في سياق الحملة الانتخابية للأحزاب اليمنية المتطرفة للكنيسة الإسرائيلي، أي أن هذه الأحزاب تتخذ من الدم الفلسطيني رعاية لها للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيسة تعلق القدس. لذا بات من الضروري تخلص الصحيفة تصدي لهذا التصعيد والانتهاكات من خلال الوحدة الميدانية لأبناء شعبنا ولجميع أعضاء ومناصري الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بعد تعثر تحقيق الوحدة الوطنية على الساحة الفلسطينية ومواصلة الانقسام بل وتعميق خاصة في الآونة الأخيرة. تعليق أخير خصوصا بالحكومة الفلسطينية ما تم التوافق هو فيها. تفصيلات القضية الفلسطينية والعلاقات داخل الفلسطيني الفلسطيني داخل البيت الفلسطيني البيت الفلسطيني صعبة وتريد قرار شجاع من الطرفين لمواجهة التحدي. إسرائيل تعتقد أن القضية الفلسطينية قد تم تصفيتها وهذا شيء غير حقيقي. في الثمانينات عندما دخل قزت القوات الإسرائيلية لبنان وأخرجت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان اعتقدت بأنها قد صفت القضية، ولكن بعد ذلك انطلقت الانتفاضة وبعد ذلك حدثت أحداث أقليمية، القزو العراقي للكويت، واختلف المشهد تماما واضطرت إسرائيل للجلوس والمفاوضة مع فلسطين والوصول إلى اتفاقيات أوسلو وما تلاها. اليوم إسرائيل تعتقد في وجود الرئيس ترامب بأنها قد تستطيع أن تصفي القضية الفلسطينية، وهذا أمر غير ممكن وغير صحيح. القضية الفلسطينية ستعود، ولكن المطلوب وحدة الصف الفلسطيني وقرار شجاع من القيادات الفلسطينية من أجل التوحد لمواجهة هذه المرحلة. نعم، إذن مشاهدينا الآن وصلنا إلى كاريكاتير اليوم بعد هذا الفاصل. نعود الآن لرسام الكاريكاتير، ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد ثلاب. أستاذ حياك الله. يا هلا، مساكم الله بالخير. تفضلنا تقول لنا عن رسمة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم مثل ما نشوفه عن أطول علم في العالم وسجل الحمد لله في موسوعة غينيس، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل مجهود طلبتنا وزارة التربية في محافظة مبارك الكبير، ومثل ما قال وزير التربية معالي وزير التربية أن هذه الفكرة لتعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة ورفع علم الكويت عاليا في أنحاء العالم، أن كل يدري أن في علم معزز يحبه أهل الكويت وهو علم الكويت ومسجل عالميا في موسوعة غينيس، وهذا الحمد لله إنجاز يحسب للكويت. نعم، خصوصا في ظروف جدا جميلة بأفراح الكويت في الأعياد الوطنية في شهر فبراير التي تمر بها الكويت. تعليق لك سريع إذا حب. يعني بالتأكيد علم الكويت رمز
رمز وطني. طبعا الإنسانية التي مثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد والتي شملت جميع أنحاء العالم، جهود دولة الكويت الإنسانية وعلاقات الصداقة مع جميع العالم، فعلا علم الكويت يغطي كل العالم بفضل قيادتها وفضل شعبها وأدائهم. نعم، إذن مشاهدينا وصلنا لختام هذا البرنامج، برنامج مانشيت الصحافة. ما يسعني لأشكر ضيفي في الاستديو الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة، وأيضا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. شكرا لكم. إذن الشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا في نفس التوقيت. في أمان الله.